تفتشوا حين زواج بناتكم عن من يتقي الله في بناتكم، عن من يحفظ بنته. لا تتعامل مع بنتك أنها سلعة تجارية تريد فقط أن تفرغ هذه السلعة من بيتك وترميها. بعض الناس يريد أن ينتهي من بنته لأنها تقل عليه في البيت. والله والله أن تبقى بنتك عندك مدى الحياة أعظم وأشرف من أن ترسلها إلى زوج يشرب المخدرات. والله أن تبقى بنتك عندك في بيتك عانس في بيتها، والله أشرف وأعظم وأرحم من أن تزوجها لإنسان لا يتقي الله عز وجل، يرسلها لك بعد سنوات جثة هامدة أو مضروبة. اسألوا عن أزواج بناتكم قبل أن يتقدموا لهن. مصيبتنا أننا نسأل عن المال. إذا جاء الرجل إلى بنتي أسأل عن ماله، أسأل عن نسبه، أسأل عن حسبه، أسأل ماذا يملك من المال. أول سؤال، لك وظيفة؟ أول سؤال، عندك شقة؟ أول سؤال، كم المهر؟ من يقول له ما دينك؟ كيف هي علاقتك مع الله؟ ما هي وظيفتك في السماء؟ هل تمتلك بيت في الجنة؟ من يسأل؟ من من الآباء يسأل هذه الأسئلة؟ من من الآباء إذا جاءه من يتقدم لزوجته قال له هل تصلي؟ أقل هل تصلي؟ من حفظ الله في قلبه سيحفظ لك ابنتك في قلبه. ولكن رجل لا يصلي أصلا، رجل يتعرض على حقوق الله ويتعدى على حدود الله، تظنه سيحفظ زوجتك سنة سنتين ثلاثة ثم بعد ذلك؟ نحن نسمع يعيدها جثة هامدة إلى والده، جثة هامدة، لأنه تاجر بالمخدرات، لأنه مدمن على الكحول، لأنه صارق.